اصل كان في البيت عندنا سبحان الله العظيم، الله يجازي بخير الاب ديالي، كان خلانا ترعرعنا في بيت ديني، يعني كان دائما عندهم كيجي عندنا البيت ناس علماء كيديروا مجالس الذكر، كيفسروا القران، كيهضروا على الحديث، كيهضروا على العقيده، يعني ترعرعنا في هذه الاجواء الدينيه. بالتالي لما كبرنا شويه توجهنا للتخصص ديال الدراسات الاسلاميه، طبعا في الكليه ديال بمسيكس ديال عثمان في مدينه الدار البيضاء، والحمد لله من ثم بدات المسيره ان شاء الله تعالى ديال الدراسات الاسلاميه. كذلك بالنسبه للناس اللي ساعدوني في هذا المسار الديني، هو كما قلت لك اولا بعد الله تعالى طبعا الاب ديالي، ثم الاساتذه اللي درسوني في الكليه ديالنا في بمسيك، من بينهم الأستاذ ديال الحديث، شجعنا كثيرا وحبب لنا هذا الدين هذا بطريقة زوينة، طريقة يعني بالتي هي أحسن، حبب لنا هذا الدين ديالنا، يعني ما خلاهش كنحسوا به أن دين تزمت، دين تعقد، دين ديال سد عليك وتعبد بوحدك وعرف بوحدك، خلانا نخرج المجتمع ونعيشوا بحياة دينية وبأريحية. وطبعا الإنسان كيدرس العلم عن جدارة واستحقاق وبمنهج أكاديمي بمنهج علمي، يعني أنت كتدرس دينك وكتعرف دينك وبعلم طبعا، وفي نفس الوقت كتطبقه في حياتك اليومية بأريحية. طبعا كانت صعوبات الصراحة كثيرة بزاف، من بينها اولا انا دخلت الكليه وانا عندي ابناء، يعني باش تدخلي تقراي في الكليه وانت عندك الوليدات ما سهلاش، محرتك الوليدات، المدرسه، البيت، محرتك تعطي هاد في العلم الشرعي، تقراي، تحضري، تدوزي امتحانات، البحوث، يعني العروض الى غير ذلك. الحقيقه كانت صعوبات كثيره، ولكن كنت صراحه الحب هو اللي خلاني نعطي اكثر لهذا المسار للعلوم الشرعيه، الحب للدين اولا، ثم يعني تنظيم الوقت العامل الاساسي اللي خلاني يعني نتوفق بين هو تنظيم ديال الوقت في الحياه اليوميه. يعني كتحطي وليداتك في المدرسه وكتمشي تدرسي وكتجي في الليل عاوتاني كتقابلي وليداتك في نفس الوقت بالموازات مع مقابله ولادك، كتحفظي تنتي وكتقراي. فكي كنقول لهم انا دائما في اللايف وفي الدروس مع يعني انت كتربي وليداتك وانت كتقراي، انت كتعيشي حياتك اليوميه وانت كتقراي، يعني اينما حللتي وارتحلتي فالكتاب معك. بالتالي كتكون عندك شعارك في حياتك اليوميه هي تطبيق آية اقرأ على مدى الحياة، يعني ساليتي هاد الدراسة هادي غدوزي لدراسة أخرى وانتي في حياتك اليومية راك كتقراي، وفي نفس الوقت كتعيشي الحياة العادية ديالك، الحياة الزوجية، الحياة الأسرية إلى غير ذلك. الكتب صراحة كتب كثيرة، من بينها المدرسة ديال الغزالي، المدرسة ديال الدكتور قرضاوي، المدرسة ديال الدكتور عمر عبيد حسنة، ماجد عرسال الكيلاني، العلماء طبعا المفسرين، سيد قطب في ظلال القرآن، أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري، تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، كذلك تفاسير كثيرة. ثم الكتب ديال عبد الفتاح أبو غدة، طبعا صفحات من صبر العلماء جميل جدا، ثم العلماء العزاب عنده أيضا قيمة الزمن عند العلماء. المهم كتب القرضاوي تقريبا كلها، كتب ديال الغزالي كلها، الكتب ديال عمر عبيد حسنة كلها، ماجد عرسال الكيلاني كلها، هادو كلهم كتب يعني كانت كتعاوني كثير في الدراسة ديالي. ثم أنا كنت كنقرأ بزاف كتب علم النفس،
من بينها اللي هي في حقيقه خلاتني نفتح شويه على علوم كثيره، من بينها تخلص من القلق وابدا الحياه ديال ستيفن اركوفي، ثم العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، يعني كتب كثيره ديال علم النفس لولا اطلاعنا عليها كنا غنبقاو شادين غير تيار واحد اللي هو تيار الدين والشريعه. ولكن الحمد لله واحد الاستاذ الله يجازيه بخير اللي خلانا كيدرس ماده الفكر الاسلامي خلانا نفتحوا على علوم اخرى من بينها علم النفس، ومن تما كانت الانطلاقه. والحمد لله عاوننا بزاف، عاوننا بزاف في المسار ديالنا ديال الدراسه هو علم النفس ثم علم الاجتماع. علم الاجتماع كنقرا بعض الكتب من بينهم كتب ديال الدكتور علي وردي كذلك. المهم باش ما نكثرش عليكم انا، المهم عندنا هو المسار الديني اللي خص الناس بزاف يعرفوا، اللي عاونني بزاف هو هاد المدارس اللي ذكرت لك الان، ثم كثير من الكتب. انا غير قلت لك زعما مختصرات امهات الكتب. امهات الكتب هما هادو يعني اللي كنعتمد عليهم بزاف كنعتمد. وكذلك ما نساوش تفسير ديال طاهر بن عاشور، امام العلامه طاهر بن عاشور اللي في الحقيقه عنده تفسير التحرير والتنوير المتواجد في 15 مجلد، اللي عنده في 10 غير المقدمه دار في 10 مقدمات، يعني توسع في العلم. كذلك علوم القرآن، مناهي العرفان في علوم القرآن عبد العظيم الزرقاني، كذلك هذا ديال الحديث مصطلح الحديث، كتب كثيرة طلعنا عليها الحمد لله. كنت في مع المجلس العلمي طبعا تحت تشجيع الاستاذ الله يرحمه، الاستاذ اللي كان كيدرسنا قواعد التجويد الله يرحمه السعليم، هذا المنبر اللي هو اللي كان سبب في التشجيع ديالي، قال لي خاصك تمشي تدرس الناس القران الكريم تجويد. طبعا انا كنهضر معكم عندي الاجازه في الروايه ديال ورش بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي خلاني مشيت يعني خلاني مشيت لهذا المجال هو هضر مع المجلس العلمي على انني نحضر في المساجد نعطي دروس ديال التجويد. ثم بعدها ما فكرت انني نبدا نقرا الدراسات الاسلاميه. لما مشيت بداو الناس كيعجبهم الطريقه ديال الالقاء في التجويد، يعني بواحد الحرقه وبواحد الحب وبواحد الحراره وبواحد الاجتهاد وبواحد الهمه وبواحد، يعني كاين الصدق في العطاء، كاين الفن في الالقاء، كاين بزاف، يعني كتحس الانسان انه كيعطيك وهو باغي يعلمك باغي يوريك متابع لك، يعني الاستمراريه المداومه الحضور الى غير ذلك. هاد النقطه هذه خلاتهم كيتبعوني اينما حللت وارتحلت في المساجد، فانا معايا الناس اللي كيتبعوني. من بعد من بين هاد الناس هادو نوضو كيقترحوا، قال لك استاذه ما يمكنش تبقاي انت مسدود عليك، ولا بد الناس يعرفوك في المجتمع، ضروري خصك تخرجي المجتمع. تما كانت في حقيقه ترددات كثيره صراحه، يعني ما بكل صراحه ما وافقت على ذلك، ولكن تحت يعني الاصرار ديال كثير من الناس اللي عندهم الهمه حتى هما وبغاو الناس يتعلموا، قال لك ولا بد اننا يعرفوك الناس في المجتمع، عافاك لما دخلي اليوتيوب دخلي السوشيال ميديا. فتما جلست مع راسي قلت لماذا احنا ما ندخلوش احنا في هذا العالم هذا السوشيال ميديا، اين المشكل، فين اين يكمن المشكل؟ فهذا تطبيق واتساب، هذا تطبيق الفيسبوك، هذا تطبيق تيك توك، هذا تطبيق اليوتيوب، هذا تطبيق ديال الانستغرام، فلماذا لا نخرج احنا للمجتمع ويعرفوا الناس هاد كاع التطبيقات ديال السوشيال ميديا كلها، كلهم خصنا نخوضوا ندخلوا لهم ويعرفوا الناس هذا الخير. غير هو حاجه واحده شعاري بالتي هي احسن، تحبيب الناس هذا العلم وهذا الخير في الحياة اليومية طبعا ديالهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فبالتالي لما الناس بداو كيلتحقوا عندي بداو كيقولوا واه واش هذا هو الدين ساهل، زعما نعيشوا هادين نكونوا مرتاحين نخرجوا مع وليداتنا نضحكوا نشطوا نلبسوا نكونوا عادي في حياتنا اليومية وفي نفس الوقت كنتعلموا ديننا. تما عرفوا هذه النقطة عندي أنا في التيك توك خصوصا، أول ما طرقت طبعا اليوتيوب القناة ديالي اقرأ وارتقي مع الأستاذة حنان، من بعد منها جاء تيك توك. تما كانت المعرفة ديال هاد وجوه الخير تبارك الله اللي كيحبونا وكنحبوهم صدقا، فتما بديت كنوري للناس أن الدين حياة،
أن الوحي حياة، عيش حياتك عادي، فقط نقطة واحدة استحضر ماذا قال الله في هذا الأمر. أشنو قال الله تعالى في الصلاة؟ شنو قال الله تعالى في الصيام؟ شنو قال الله تعالى في معاملة مع الناس؟ شنو قال الله تعالى في الأخلاق ديال القرآن؟ كيف نتخلق بالقرآن؟ فيعني ما كاينش شي حاجة اللي هي صعيبة. تما بدينا كنوعيو الناس أن ديننا دين يسر، من شاد الدين غلبه. إلا تشددتي فيه غيغلبك، عيش عادي حياتك وفي نفس الوقت استحضر الوحي ديالك. وأول ما نزل في الوحي اللي هو طبعا مناهي العرفان في ديال عبد العظيم الزرقاني، أول ما نزل في الوحي اللي هي اقرأ، ربي عطاك الطريق هامين تشدها، قرأ وعى وتعلم وطبق. حنا اش كنديرو؟ كنوضو كنطبقو، أولا كيف ما لقينا أبائنا وأجدادنا لقيناهم كيصليو كنصليو، لقيناهم كيذكرو كنذكرو. كيفاش وعلاش ولاش؟ الله أعلم. هذا خطأ منهجي، يعني غياب المنهج في تلقي هذا الشرع وتلقي هذا الوحي هو السبب في يعني خلق واحد الحلقة مفقودة بيننا وبين الشريعة. إذن هنا أنا حاولت نحول واحد الفكر للناس اللي هو عيشوا بدين، عيشوا بحب، وعيشوا بفقه، عيشوا بوعي. نوضوا تعلموا دينكم بالشوية بالتي أحسن، وفي نفس الوقت طبقوها على ما ينبغي وعيش حياتك به عادي. هذا هو اللي خلى الناس يعني يتابعوني في تيك توك. ثم بعد ذلك بديت كنخرج لانستغرام، يعني واخا ما معروفش بزاف في لانستغرام، مي بديت كنخرج ليه. كذلك الناس يعني هالكي ينتقد، هالكي يوافق، اللي كينتقد لا استاذ حنان شفار الحجبان الضفران هذا والدين وهذا، واللي كيوافق انك يقول لك لا الحمد لله عايشه عادي وكتطبقوا ديننا على قدر المستطاع. يعني كنطبقوا واحد الدين اللي هو بالتي هي احسن على قدر المستطاع. اتقوا الله ما استطعتم. انا كنتقى الله بالاستطاعه ديالي، وانت كتقى الله بالاستطاعه ديالك، والاخر كيتقى الله بالاستطاعه ديالو. يعني ما يمكنش غنديروا الدين كله ونكونوا ملائكه، لا يمكن، ولكن كنعيش به. المهم ان نموت على هذا الطريق. هذا هو يعني الشعار اللي باغي نوصل للناس. نوضوا الناس وعاو لدينكم بشويه وعيشوا وموتوا على هذا الطريق. فهاد الشيء اللي كاين. شنو اللي خلاك زكيه المحتوى، ولا شنو اللي خلاك تعرفي؟ انا سبحان الله اول مره عرفتك كنت في لندن في تيك توك، كنت كتهضر اولا مع واحد بنت بحال هكا بالرابعه، وعجبني الطريقه فاش كانت كتهضر معاها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.